مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من إقليم تارودانتو، بالضبط بالجامعة الترابية لتزمورت، والتي تعاني من شح المياه وندرة المياه بعد توالي يعني سنوات الجفاف، وأيضا نظرا لاستنزاف الفرشة المائية من طرف مجموعة من اللوبيات المسيطرة على القطاع الفلاحي والتي تهدد المنطقة بالجفاف. فمعنا بعض يعني ساكنات المنطقة وشباب المنطقة وأيضا بعض الفعاليات المجتمع المدني الذين سوف يسلطون الضوء على هذا المشكل الذي أصبح يقض مضجع كل ساكنات تزمورت، سواء شباب وشياب وأيضا نساء، اللواتي سيصبحن بعد سنوات محرومات من الحق في الماء، ومصداقا لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فطبيعة الحال مشكل الماء أصبح مشكل حقيقي هنا بالجماعة الترابية لتزمورت، وبطبيعة الحال الساكنة ديال المنطقة اللي غادي تفضل بطبيعة الحال تحكي لنا حول هذا المشكل، أشنو السبب ديالو ولماذا يتم بطبيعة الحال استنزاف الفرشة المائية من طرف هذه اللوبيات الخاصة بالفلاحة. السلام عليكم. أولا شكرا، شفتي في على تلبية الدعوة والحضور معنا في عين المكان. المهم، المشكل اللي عندنا هو مشكل استنزاف الفرشة المائية بتزمرت من طرف مجموعة من الفلاحة الكبار، يعني تيجوا لهنا المنطقة الدوار تزمرت، تيشري واحد البقعة ديال 100 متر ولا 80 متر، وتيقوموا بجر المياه عبر أنابيب بلاستيكية تحت أرضية لضيعتهم الفلاحية المتواجدة بجامعات أخرى، يعني جامعة سيدي بورجا وجامعة مشروع العين، بطرق غير قانونية وغير مرخص لها. وكنطلبوا من السلطات المحلية التدخل العاجل لفك هذا المشكل، لأن هذا المشكل هذا كبير بزاف، وتهدد الساكنة بالعطش والفلاحة الصغار. يعني مثلا هي واحة العين تزمرت، راه عامين هادي دابا ما خرجتش ولو نقطة ديال الزيت، نظرا لهذا الاستنزاف الكبير للفرشة المائية ديالها. وكنتمناو من السلطات المحلية التدخل العاجل لفك هذا المشكل هذا، والدوسي ديالنا دابا الدوسي ديال جمعية المجتمع المدني راهو في النيابة العامة. تنتمناو من النائب العام بالرباط يتدخل وياخذ القرار في هذا الملف هذا، وينصف الشباب وجمعيات المجتمع المدني. درنا بزاف الشكايات وبزاف المراسلات للجهات المسؤولة ابتداء من السلطات المحلية، عاد العمالة، الأحواض المائية، و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، الوزارة في الرباط. يعني درنا جميع القوانين ديالنا وباقي كنتسناو. كنا بغينا ننظمو وقفة احتجاجية على هذا المشكل هذا، وتنتصادفوا بقرار المنع يوم السبت مع الربعة العشية، يعني نهار السبت ما كايناش خدمة، وصيفطوا لنا قرار منع مكتوب وراه كاين. هذا هو هذا اكيد اكيد. دابا نيت، يعني الا عندك بروميير ايطاج ولا دوزيام ايطاج راه ما يطلعش عندك الماء الفوق، اذا كان خدام لتحت راه ما يطلعش للفوق بسبب هذا المشكل هذا وهذا الاستنزاف الكبير للفرشه المائيه بتزمرت. دونك راه من هنا 5 سنين ولا 4 سنين ولا 3 سنين راه تلقى تزمرت يعني خاويه، حيتاش راه الماء هو كل شيء، الماء هو اللي معمر هذه المنطقه هذه. دونك الا مشى الماء راه غيمشيو الناس، يعني غتكون الهجرة الثاني في هذه البلاد هذه. مرحبا. كما سمعتوا اخواني الكرام، فبطبيعة الحال غادي نعطي كلمة لأحد ساكنات المنطقة اللي غادي تحدث لنا حول هذا المشكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا معكم أبلة الحبيب، واحد من الساكنة ديال تزمرت. ثانيا كنشكروا القناة ديال شوف تي في، يعني الدعوة ديالهم عندنا للمنطقة ديال تزمرت اللي ديما معانا في هذا المشكل ديال الفرشة المائية، ديال الاستنزاف ديال الفرشة المائية اللي عندنا في البلاد. حنايا كنستنكروا هذا المشكل هذا اللي عندنا، يعني كنتمناو من السلطات المحلية يدخلوا في هذا المشكل. هذا المشكل راه يعني طول بزاف صراحة، حنا راه كتجينا الغيرة
على حساب هذا المشكل هذا. حنا راه ما كنحسدو حتى شي واحد، حنا راه كنهضروا غير على المصلحه ديال البلاد. دابا شي واحد، دابا كاين الناس ملي كتهضر على المصلحه ديال البلاد كيسحب ليك انت واش ضدهم. هذا المشكل راه هادو نيت اللي كيجيو هذا المشكل راه بغيت تضروا منه من هنا لقدام. راه هذا المشكل دابا راه سوس كامله تبارك الله، راه نشفات من الماء. راه يعني حنا راه ما كنحسدو حد، حنا اللي بغى يفلح عندنا في البلاد مرحبابي، ماشي حاسدين شي واحد يفلح عندنا في البلاد، ولكن باش يخرجوا لينا الماء ديالنا ديال البلاد للجماعات الاخرين هذا الشيء ما متفقين معاه. يعني كاين تهريب، هذا الشيء كاين تهريب، كاين فيه الصفقات، يعني كاين بزاف ما يتقال. حيت هذا الشيء راه طول، راه من 2014 هو هذا المشكل هو كاين في تازمورت. ايوا حنا كنتمناو من السلطات المحليه يدخلوا في هذا المشكل هذا وينصفوا السكينه قبل ما يقلبوا الناس على ما يشربوا. راه واحد النهار راه بغا يجي ما يلقاو الناس حتى ما يشربوا مازال، وبغا يرجعوا للعهد ديال يخرجوا الحمير حاجاكم ويديروا ليهم الا لقاوهم فين يجيبوا الماء. ايوا هادشي اللي كنتمناو، وكنشكروا عاوتاني شوف تي في، القناه ديال شوف تي في. الرساله ديالنا راه باينه، راه المسؤولين راه خصهم يديروا الخدمه ديالهم، يعني خصهم يدخلوا في هاد المشاكل. هاد المشاكل ما حد عندنا في البلاد، راه يعني خصهم يدخلوا باش يفكوهم، ماشي باش يعني يدخلوا الفلاحه لهنا ويعطيهم الحريه ديالهم ويديروا كيما بغاو في البلاد. يعني اي واحد كيجي كيشري بقعه ارضيه عندنا في البلاد هنايا وغير خصو ليه باش يخرج المال للجامعات اخرين، هادشي يعني خصو يكون فيه، يدخلوا فيه المسؤولين صراحه. ايوا كنشكر شوف تي في مره اخرى ان شاء الله، وكنشكركم بزاف يعني في الدعوه ديالكم اللي عندنا لهنا البلد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للاخ الكريم على المداخله ديالو، اللي بطبيعه الحال كنتمنى ان النداء ديال ساكنه الجامعه الترابيه لتزمور التابعه لاقليم وعملات تارودان تنتصل للادانه الصاغيه وللضمائر الحيه بهذا الوطن، وان يتم وقف استنزاف الفرشه المائيه هنا بجامعه تزمور من طرف لوبيات الفساد ومن طرف لوبيات الفلاحه، اللي اصبح الوضع هنا مقلق بسبب ندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف. فربما السنوات القادمة ستكون سنوات مكلفة جدا بالنسبة لساكنة تزمورت، بعدما ستفقد عفوا يعني ما يعني الماء الذي عليه كل أساس الحياة هنا بإقليم تارودانت، وتعتمد عليه الساكنة المحلية سواء الفلاحين الصغار وأيضا حتى المواطنين الذين لن يجدوا ما يشربون بعد سنوات من الجفاف. وكنتمنى أنه يتم وضع حد لهذا الاستنزاف وأيضا تهريب المياه هنا بمنطقة تزمورت. إلى هنا إخواني الكرام نأتي على نهاية هذا البث المباشر، على أمل اللقاء بكم في لايف آخر وفي موضوع آخر بإذن الله تعالى وبركته. إلى الملتقى.